اخبار اليوم. طبعا احنا بنتكلم، احنا ان شاء الله في سبيلنا ان احنا نبتدي، احنا كل اللي يهمنا حاجه واحده بس، كل اللي يهمنا ان خطوط الانتاج بتاعه الدواء ترجع كلها تشتغل. احنا عندنا كل يومين نسمع ازاي، كل يومين نسمع ان في احد الادويه بقى ناقص في السوق. السبب ما ناقص في السوق ان تكلفه انتاجه بقت اغلى من التكلفه اللي هم بيبيعوها بيها. فلابد ان احنا بنتوائم دلوقتي مع شركات تصنيع الدواء عشان نحرك حاجه بسيطه بشكل ما يبقاش عبء على المواطن المصري، ونضمن ان يبقى خطوط الانتاج مفتوحه. احنا عارفين ان كان في اجتماع يوم السبت وتاجل. لا ابدا ما تاجلش، احنا اجتمعنا يوم السبت اللي فات. انا اجتمعت مع لجنه التسعير، كان قاعد معانا الدكتور محي عبيد، كل اللجنه الاستشاريه اللي هي معايا من قطاع الصيدله، وكنا بندرس هذا الموضوع، وان شاء الله في خلال اسبوع او اسبوعين تكون الدراسه بتاعتنا اكتملت عشان نقدر ان احنا الهدف الاساسي هو توفير جميع خطوط الانتاج، وخصوصا الادويه الرخيصه اللي المريض المصري بياخدها، مش الادويه الغاليه. احنا بنتكلم على الادويه الرخيصه اللي المريض بيقدر يشتريها، عايزينها تبقى متوفره، ما يجيش كل يومين اسمع ان في دواء ناقص واجيب الشركه تقول اصل خط الانتاج بتاعي تكلفته اكتر من التسعير بتاعه. فاحنا بنوائمها وان شاء الله هنوصل. مشروع الطوارئ يا فندم، ما كانت سيره الطوارئ شغالين فيه؟ لا طبعا شغالين فيه جدا طبعا.